آخر التطورات في علاقة نيرين بيوتي موفلوك وزيارة عائلية بين عائلة موفلوك وعائلة نيرين، شاهدوا التفاصيل. أول خبر لنا لكم هو خبر محزن، حيث فقدت نيرين بيوتي قطها جيكيتيتو، حيث قامت بنشر بوست على الإنستغرام تخبر فيه متابعيها عن وفاة قطتها، وكتبت أن الفترة الماضية كانت صعبة عليها وأنها كانت تحب جيكيتيتو وصار جزء من حياتها، وكتبت أنها بتحبه كتير واشتاقت له، رح يضل جيكيتيتو أول قط وأحلى قط بتحبه بحياتها، وبالأخير كتبت الحمد لله على كل شيء. الخبر الثاني هو لقاء بين عائلة بيوتي وعائلة موفلوك، وفانزاتهم قاموا بكشف أمرهم، حيث نشروا بيوتي كالعادة ستوريات عن إنستغرام عن حياتهم اليومية. لكن من بين هذه الستوريات ستوري لسيدرا بيوتي، وكان هذا ستوري مهم جدا، حيث بعفوية سيدرا نشرت ستوري فيه العلكة المفضلة لها بسويد، لكن سيدرا قامت بكشف منزل موفلوك عبر هذا الستوري بالضبط. وهنا بدأ دور الفانز في تحليل الأحداث وربطهم مع بعض، بحيث كانوا متأكدين من أن المنزل الذي في ستوري سيدرا هو منزل موفلوك، حيث كشفوا المنزل من خلال الضوء البرتقالي الواضح في الفيلا التي يسكن فيها موفلوك، وأيضا من خلال العمود الكهربائي المتواجد بالقرب من منزل موفلوك. وهذا الستوري أحدث ضجة كبيرة عبر الإنستغرام وانتشر بسرعة هائلة، وقمت بسؤال صفحة الفانس من أين أحضروا صورة منزل موفلوك، فكان جوابهم أنهم أحضروها من ستوري كيندي مان، وقاموا بمقارنة ستوري سيدرا مع ستوري كيندي مان. صراحة انه فانزات نيرين بيوتي وموفلوك دايما كلامهم بيطلع صح، وايضا يستطيعون كشف حقيقة اليوتيوبرز. وقبل ان اكمل، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتبقوا على علم بكل جديد. شوف حضراتي. أما الخبر الثالث هو رجوع المتابعة بين عائلة بيوتي وعائلة موفلوك، حيث مامي مو ولانا قاموا بإعادة المتابعة لنيرين بيوتي وأخواتها على الإنستغرام بعد مقاطعتهم بسبب الخلاف الذي كان بين نيرين بيوتي ونوستر، لكن الأمور بين العائلتين تحسنت الآن. وأيضا لاحظ الفانس أن جلال أمارة وباقي عائلة نيرين بيوتي يقومون بوضع لايكات على صور فيديوهات مصممة لنيرين بيوتي وموفلوك. وأيضا لا ننسى أن موفلوك حاول بكل الطرق أن يسترد نيرين، حيث قام بتنزيل أغنية لها قلبي ليك، ووضع كل شيء تحبه نيرين في هذه الأغنية، من شنطتها المفضلة وصورتها في السماء وصورتها في فنجان القهوة، وأيضا أخذ صورة بجانب السيارة الوردية المفضلة لها، وهذا بيدل على حبه الكبير لنيرين بيوتي. ونيرين أيضا قامت بتصوير مؤخرا فيديو لها وهي ترتدي العباية التي أهداها لها موفلوك، وأيضا لم تقم نيرين أبدا بنزع القلادة التي أهداها لها، مما يدل أن علاقتهم ليست علاقة عادية بل علاقتهم قوية جدا. وكان غير تأكد لنا أنه في علاقة بين نيرين بيوتي وموفلوك. اسمعوا شو قال. مع مين مرتبطة نيرين؟ هي أبو الرب كمان عم. مع موفلوك. مين مرتبطة نيرين؟ هي أبو الرب كمان عم. مع موفلوك يا زلمة. وأيضا سبق تحدثت عن الصورة المنتشرة في الإنستغرام، حيث كان موفلوكس بجانب نيرين بيوتي في المطعم مع أخوتها وأسامة مروة، متابع لهم كان متواجد في نفس المطعم وكشف حقيقة عودتهم لبعض. وأيضا هناك خبر على موفلوك أنه كان غايب لمدة طويلة على الإنستغرام، وفي هذه الأيام نزل بوست كتب فيه أنه ليس بخير ويحتاج يأخذ بريك من السوشيال ميديا، فنتمنى يكون كل شيء منيح يا مو، ترجع لنا بالسلامة. وأيضا غيث مروان قريبا راح يطلع علينا ببرنامج كارول، وهذا نفس البرنامج اللي طلعت فيه نيرين وكشفت بعض أسرارها، ومنهم أنها يمكن تصور فيديو مع موفلوك. لا لا ان شاء الله قريبا مخبركم. وايضا انا اعتقد انه غيث رح يفتح قلبه ويشاركنا بجزء من اسراره، انا هيك حاسه، شو رايكم انتم؟
قررت جايز انه في كل فيديو الي راح خبركم معلومات عن مشاهيركم المفضلين، ومعلومة اليوم تخص ام نارين بيوتي، فهي مهنتها مصففة شعر وميك اب، لهيك عم قول انه بناتها من وين جايبين هذا الجمال كله. وهذا كان أخبارنا لليوم، شكرا لدعمكم ولمحبتكم وبتشكركم كتير، أتمنى تكونوا حبيتوا القناة، وإذا كان شي ما حبيتوا في القناة احكوا لي فقط في التعليقات وأنا راح غيره فورا. وأيضا لا تنسوا أنه تعليقاتكم كلها أقوم بنشرها في الفيديوهات القادمة بدون استثناء. وفي الأخير لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك مشان تنوروني وتنوروا قناتي بنوركم. I love you guys so much.